أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر الشارح كتابا وعزاه لابن جرير رحمه الله، وهو كتاب التهذيب. كتاب التهذيب. تهذيب، نعم. يسأل عن اسم الكتاب. والله ما أعرفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل ترجمة من؟ ابن جرير. ابن جرير، راجع ترجمة ابن جرير الطبري، تشوف مؤلفاته مذكورة. نعم.